أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري مباشرة من قناة السابعة. برمج المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم الخميس جلسة طارئة لدراسة مستقبل الأمين العام محمد جميعي على رأس الحزب. وقال جميعي صبيحة اليوم أن قضية استقالته من عدمها من على رأس الأفلان سيفصل فيها المكتب السياسي اليوم. وينتظر أن يناقش الاجتماع مستقبل جميعي في قيادة الحزب بعد طلب وزارة العدل رفع الحصارة البرلمانية عنه. نظم اليوم الخميس العشرات من المكفوفين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة في العاصمة. ووجه المحتجون اتهامات للوزارة بالتقصير في خدمة فئة المكفوفين وتهميشها، مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتوفير فرص العمل لهم، إضافة إلى منحهم سكنات لائقة تحفظ كرامتهم. أعلنت وزارة العدل عن تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف 247 طالبا قاضيا للسنة الحالية 2019، وذلك على مستوى المدرسة العليا للقضاء. وقد تم تحديد الفترة الخاصة بالتسجيلات لهذه المسابقة، والتي ستنطلق ابتداء من 13 من سبتمبر إلى غاية 31 أكتوبر المقبل، بينما تجرى اختبارات القبول لهذه المسابقة شهر ديسمبر القادم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.